بسم الله الرحمن الرحيم مانتو اي تاريخ تهي لباتن بشي لبي يتبناد لباتن كوي لباتن مال السنين وحان شركي يجرايد كساب سيني هاي ميشان آدو جيدان و اهميشي حرنتي ايدان كبادة اي لهايين و آدو جيدان سيدا لوري سنية مركا تاهدا انتا كيو قدبو ايدان كحوق دالك الصوماليين وحو وحل ساري هاي الالينتا يدوريستا قرنك الصوماليات إلى أن الشعب كأمد الصوماليات وأكتين وحدي جودة ومر والبؤب حنيا وعدوا أمد الصوماليات رجادية وإلى أن يودي جيس مر والبؤب حنيا وإنه ذلك دارت أمر يوفليه عيدا كحوق ذلك الصوماليات وأكتين ظروف أذق إنه صومري يمرحلة كل دون سو مر والبؤ هلن سدو قرنك الصوماليات يأمد شعب كصوماليات وإلان لها إن أنت كبعدي إن واحد شفت إن عيدا كبدر الصوماليات ومر والب إن كهلن إن إلاليان أنا حلسارا بدأ إن الصومالية سي أو إلاليان بيها بدأ يحدودهن واحد شفت إن عيدان كبدو إنو ليه هاي هانتيا بدن ومجورته وإسيابه كل الدول مستعملان والله سعطان عيدان كبدو أيام ويا تموح وجاري خرمر لطابن كره قالوا قلت يين يا عيدان ك أجب كيسة يا حاجة عيدان نماذ بعض عيدان كبدو مركه وح الساري هاي إنو إلاليه أو دوره بيهاس صوماليا أنا لوسون حد قد بين أين إلاليان واجبات كسارا وحان نصيب دراه إن عيدان كي بدا للكيسي أو آدو جيدان أو لوغو تلقل ماشي أي كردسان لهايان حفيسيا دا أما أنو هالكا نوغو تلقل إن دان شخصيا داد لوغاتو وحان دان تا شخصيا آه أو الربا إن لغان استو قريال لغو راحيستو قريال لغو ماركتاي لغو نستو وين هرمودو يهين مدح ذا قرن كأوجس الرسا وها نصيب درع أو عيدا كي بدأ يدفاع حبها حوق ذلك الصوماليات أي دبر شاب يمر شاب كل نقطة إن دول كودي أي باب أي كل سنة يان مدح ذا قرن كأوجس الرسا أو أوجه ريو في سلو سارها قرن ك محمد حسين رابلة وها أيان درع إن لهم قريه هنتي ذا مقرت ذا ee u hartay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax aan la aqbali karana maaha in madaxdi dalka ugu sareeyay ra'iisul wasaarihi wadanka ugu sareeyay oo boob raba inuu ku dhisto guri shakhsi ah oo deegan ah inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed buu sheegayna in aanan aqbali doonin in hantidi umada Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan marxaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in marba amalays wacay jugleeyo ama la yiraahdo xilba laga tagaya ama xilba la isaga qaadaya hadaanu hadda ka tagayno xilka waxaanu u dhaaranay in aanu dalka iyo diinta ilaalino waxaan u dhaarnay inaannu hantidii umada Soomaaliyeed aanu ilaalno waxaan u dhaarnay in dhigayaga u bixino oo u subno inaannu umada Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaarnay ka beesheegmeyno marxaanti ka noqonmeyno meesha anagu aanu xukumno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaali aanu masuulka marxaantina ka ahanmayo in dusheeda wax lagu boomana ka yeelin cagajuleen baan qaadanayn xilku waa meerto hadaan ka degayna laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo way anaga dhigayaga u hurnay anaga dhigayaga u bixinay anaga dhigayaga aanu ugu tala galnay inay nabad ku noolaa inaannu argagixisada kaga ilaalino inaannu kaga ilaalino baalki laakiin uma aanay ma inaan dhulka boobno waxaan leenahay madaxda qaranka ugu sareysa iyo shacabkaba in laga hor yimaado boobka kan aan meelna la isugu soo gabanayn oo la rabo in lagu caadeysto dhulkii xoogga dalka Soomaaliyeed ee leedahay
أد بأمها سنتهين وإن سلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا أي تاريخ تهاي لواتن بشي اللي بيتبناد لواتن كوي لواتن ما لسنينه وحن شركة يشرايت كسب سنية هاي مشان أدو شيدان وأه مشي إن حرنتي إن أيضا كبدة إلى هاين أو أدو شيدان سيد الله لسنية مركا إن تهدا إنت كيوجدبو إن أيضا كحوق دلك الصومالية وحو إن وحل سارية هاي إلى لنتا يدوريستا قرنك الصوماليات إلى لنتا الشعب كأمضى الصوماليات إن وادوكتين وحو دي جودة أمر والبؤب حنيا واد أو عدو ومضى الصوماليات رجادية وإلى لنيا ودي جوس مر والبؤب حنيا وإنو دلك دارتي أمر يوفليو إن عيدا كحوق دلك الصوماليات oo aad ogtihiin duruufo adag inuu soo maray iyo marxalad kala duwan isagoo mar walba u heelan sidoo qaranka Soomaaliyeed iyo umada shacabka Soomaaliyeed uu ilaalin lahaa een inta ka bacdi een waxa jirta een ciidanka badda Soomaaliyeed oo mar walba een ku heelan inay ilaaliyaan una xilsaaran baddeena Soomaaliya si ay u ilaaliyaan biyaha badda iyo xuduudaha waxa jirta in ciidanka badda inuu leeyahay hantiyo badan oo maguurta ah oo ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan waa la socotaan ciidanka badda ayaa wayeetan wuxuu gaaray horumar la taaban karo oo lagu tayeynayo ciidanka agabkiisa iyo xagga ciidannimada ciidanka badda marka wuxuu u xilsaaran yahay inuu ilaaliyo oo dhowro biyahaas Soomaaliya aanan lagu soo noo xadgudbin ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran waxaan nasiib darro ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeedaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato waxa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guriyo lagu raaxaysto guriyo lagu maareeytay een lagu nasto oo in hormood u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa waxaan nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaci xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxdi qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo raisul wasaaraha qaranka محمد حسين روبل وحا ايان دراه ان لهم غرييو هانتي دمو غورتدا اي او هارتاي عيدم كحوغا دالكا سوماليات وحان لين نهي وح سعونا يماها وح لغادن كرانا ماها وح ان لا اقبالي كرانا ماها ان مداحي دالكا اوغوس الرئيسي ورزل وساري ودنكا اوغوس الرئيي او باب ربا انو كولستو غوري شخصية او ديغانا inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegayna in aanan aqbali doonin in hantidii umada Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in marba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tagayaa ama xil baa la isaga qaadaya hadaanu hadda ka tageyno xilka waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino waxaanu u dhaaranay inaanu hantidii umada Soomaaliyeed aanu ilaalino waxaanu u dhaaranay dhiigayaga u bixino oo u subno inaanu umada Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaaranay ka been sheegmayno markhaanti ka noqonmayno meesha anagu aanu xukuno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya aanu masuulka markhaantina ka ahanmayo in dusheeda wax lagu boo mana ka yeelin cagajuleen baan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degayna laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo waayo anaga dhiigayaga u hurnay anaga dhiigayaga u bixinay anaga dhiigayaga aanu ugu talagalnay inay nabad ku noolaa inaanu argagixisada kaga ilaalino inaanu kaga ilaalino baalki laakiin uma aanay ma inaan dhulka boobno waxaan leenahay madaxda qaranka ugu sareysa iyo shacabkaba in laga hor yimaado boobka kan aan meelna la isugu soo gabanayn oo la rabo
إن لو عادشته قلك حوجة ذلك الصومالية ده اللي هذا أتبقى أمها سنتين وإن سلامي يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.